سيد الحضور حضرة السادة الفاضل، أمسية سعيدة وأهلا ومرحبا بكم جميعا ابتهاجا ومحبة إلى أفراح شباب إعزاز أهل أيوب. شباب عاشق الطي حياكم الله، بنيابة عن جد العريس وبنيابة عن والد العريس وباسم عمام العريس وباسم اخوان العريس، تحية ترحيب إلى كافة الضيوف وإلى كافة الحضور وإلى كافة الأقارب وإلى كافة الأصدقاء، تحية وباقة ورد إلى كل شاب أتى وهنى في هذا المكان وقدم التهاني إلى زينة العرسان العريس محمد أيوب أبو محمود شيخ الشباب. تحية وباقة ورد إلى شباب إعزاز، عوائل وعشائر إعزاز، إلى قرى إعزاز بالأجمع، إلى كل الحضور أهلا وسهلا. قال سمعنا سمعنا العتبة بصوتك المقبلي، الفنان الراقي أحمد دردي كردية أبو حسن، قال سمعنا العتبة بصوتك المقبلي وبصير ليلتنا كلها سلطنة. وبصير سهرتنا كلها سلطنة، موال من بعيد وعتابة وشوية ميجنة. موال من بعيد وعتابة وشوية ميجنة، وبتحلى سهرتنا أحلى من أيام العيد. وبتحلى سهرتنا احلى من ايام العيد. ويلا نرحب كلنا سوا بنجم اليزا او التلفزيون الفنان احمد نور الدين كرديه وفرقه الاهرام، وراجعين على الفن بقوه ومن جديد. سيد الحضور حضرة السادة الأفاضل، مرة ثانية أمس سعيدة وأهلا ومرحبا بكم جميعا، وبدعوة كريمة باسم جد العريس العم محمد أبو أيوب، والدعوة الكريمة باسم والد العريس العم الغالي محمد أيوب محمود أيوب أبو محمد. أتينا ولبينا هذه الدعوة الكريمة لنحتفل وإياكم ومناسبة زفاف العريس وزينة العرسان العريس محمد نجل السيد محمود أيوب، ألف مبروك.
يقام هذا الحفل في مجمع وصالات البحاج للأفراح وبتاريخ 6/7/2023 المصادف يوم الخميس ابتهاجا ومحبة إلى أفراح شباب عشيرة الطي أهل أيوب الكرام. يحيي لنا هذا الحفل الكريم. معنا نجم الإذاعة والتلفزيون ونجم الفضائيات العربية نجم ليالي حلب الشهباء وغريدها وفارس الموال نجم الأغنية الشعبية نجم الإحساس الفنان الراقي الكبير أحمد نور الدين كردية أبو حسن. أبو سعود يرافق الأستاذ أحمد نور الدين كردية أبو حسن فرقة ومؤسسة وأكاديمية الأهرام أقوى الفرق الموسيقية في سوريا. كل شكر إلى الهندسة الصوتية والإذاعية الإشراف الفني على خلغالي رشيد دنون أبو عمر. الفرقة الموسيقية بقيادة وأشراف سوبر ستار بزق صاحب الريشة الساحرة مؤسس قواعد الفن في سوريا شيخ الكار الخال عمر أسعد دنون. هذا الحفل برعاية مؤسسة الأهرام الراعي الرسمي للفن الفنانين سوريا مدينة إعزاز خلف المخفر القديم لصاحب عازف الأورجات الغالي أسعد دنون أبو عمر. غطى لنا تصويريا وحدة وفد الأهرام للتصوير المرئي والإعلام التلفزيوني الشاشة الأجمل الشاشة الأرقى في عالم التصوير لصاحب المخرج الإذاعي الأستاذ والصحفي فارس دنون أبو سمير. طال البعاد واقترب اللقاء طال البعاد واقترب اللقاء وأجمل ما في العمر الحب الوفاء وهكذا عرفت مدينة إعزاز آل أيوب وحلب الشهباء بفنها الجميل وطربها الأصيل. معكم وإياكم أنتم والنجم الأستاذ الفنان أحمد نور الدين كردية أبو حسن فيتفضل. مشكورا I'm not afraid.
تسمح وعودي يا بنيتي يا عيني بر ظنوني وحيرتي. تسمح وعودي يا بنيتي يا عيني بر ظنوني وحيرتي. طرح فؤادي بعد ما يا عيني طالت ليالي شكوتي. أنا السبب مش قادر اوصل ليهم. بيني وبين حبايبي جبال مش قادر اوصل ليهم. وحياة عينك يا جمال وحياة عينك يا جمال وبالله تسلم عليهم وبالله تسلم. جروني من مد الدعام حرم عيوني المنام. هجروني من مد الدعام حرم عيوني المنام. وعدي الصابر على الألم أني الصابر على الألم. أولاد نشوف وحياة عينك يا جمال وحياة عينك يا جمال وبالله تسلم خايف من نار الهجرة لا تدوب قلبي الولدة. خايف من نار الهجرة لا تدوب قلبي الولدة. وابقى عطول الزمان ابقى عطول الزمان اولاد نشوف تعيني
يقول روحي ما عني صاحي الصبر سنا في جنينة الورد مخيم علينا أنا وحبيبي في جنينة الورد مخيم علينا أنا وعرسنا في جنينة الورد مخيم علينا كلمي وحكيكي عذب يا امي دبكي وتبكيكي بدك تحكيني كلمي وحكيكي حلوة تعالي
طلوا من الوادي كلهم صيادين تركوا الزوادين برمح ودايتين طلوا من الوادي كلهم صيادين تركوا الزوادين برمح ودايتين عدت بكي قومي تبكي وتبكيكي بدك تحاكيني الكل حاكيني يلا صبقة لسيكي صبقة صبقة يلا اشعل يا ابو سعود وسألنا الفارق هذا لميني قالوا لمحمد عين اليميني وسألنا الفارق هذا لميني قالوا لمحمد عين اليميني أحمد قردي حالف يميني لا يخلي الحفلة أحلى ما يكون عدت بكي قومي دبكي ودبيكي بدك تحاكيني اشتركوا
حيهم الشباب حيهم. Thank you.
رب لبن النسر ايضا احلى واجمل تحيه وفقد ورد باسم اهل الفرح وباسم جد العريس على راسي العم محمد ايوب ابو ايوب باحلى 100 دولار وباسم والد العريس محمود ايوب ابو محمد تحية ترحيب إلى كافة الضيوف وإلى كافة الحضور كافة الأقارب وإلى كافة الأصدقاء باسم جد العريس وباسم والد العريس محبة بشباب عزاز عوائل وعشائر عزاز وباسم عاشق الطي هلا أيوب الكرام إلى كل الحضور وإلى كل شاب أتى وهنى في هذا المكان وقدم التهاني إلى زينة العرسان العريس محمد شيخ الشباب له أجمل تحية من سلام تحية باقة ورد إلى كل شاب شارك وبارك وصلى على جد الرسول له أجمل تحية من سلام بأحلى 100 دولار باسم جد العريس على راس العم ابو ايوب وباسم والد العريس محمود ايوب ابو محمد الى كل الحضور اهلا وسهلا أول شيء مساء الخير إن شاء الله ألف مبروك للعريس الغالي محمد لبي العريس حج محمود أيوب إن شاء الله جلسة الدهر عقبيل شباب عزاز شباب سورية بالأجمع كل شيء عزابي الله يطعمه باسمي باسم فرقة الأهرام الموسيقية منرحب فيكم أجمل ترحيب عوائل وطوائف وعشائر عزاز الكرام وضيوف أهالي عزاز نسمع هيك صفقة تحية لهالحضور الكريم ما شاء الله عليكم سمعونا صفقة الشيخ سامي الويسي أبو هادي Thank you.
السر. أمان 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 والسامعين عيون. زان الرمح قامتك يا العريس محمد والطرف يبريني زان الرمح قامتك والطرف يبريني وسواك حلو ولا ما ظن يبريني حبك حياتي أسر غيماتي يبريني يا حبيبي
حبك حياتي النسر حبك حياتي أسر هيهات يبريني من أسر حبك ولو عاد الضما يرتهيت يا من بملك على عشاك حسنك تغتيا يا حبيبي أهل العرف يا أهل العرف خل عقلي بالمحبة وتنين يا ضو منين أنا منين إلي طب من هالداء يبريني ضيوفك يا محمود أيوب ضيوفك يا النسر من زادوا وقلوا عدوك عالجمر دحوا وقلوا لك يا ابويا وجاي هني للعريس محمد ابو محمود لك وقل له الف مبروك يا اغلى الاحباب دعوتونا يا بني أيوب لحفلتكم فرحنا دعوتونا يا بني أيوب لحفلتكم فرحنا تنشعل شموع ونضاوي ومازال اليوم بعرس محمد لك فرحنا وبنات الأصل لولاد الأطيان والدنيا مساء الله يمسيكم يا بني أيوب الله يهنيكم اسقونا مي الله يسقيكم من مية زمزم يل تشربونا يلا يا أسعد يلا وين الصفقة سلام هدي يا أسعد هدي بدي تبكي عمرة بدي تبكي عمرة يلا شباب يلا 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 نسر صفقة هيا ابو حسن
الشباب يلا